اليوم المحاضرة عندنا الثالثة من مادة نقل الدم، راح نحكي بيها على أنواع المتبرعين types of blood donors. عندنا blood donors should give their blood voluntarily، هذا أول شرط إنه لازم ينطون الدم voluntarily، يعني شنو؟ يعني طوعا أو تطوعي، عمل تطوعي. And without expectation of payment، بدون أن يتوقعون إنه أحد راح يدفع لهم مبلغ مادي. اسمها هاي البروسيس هي voluntary blood donation، عملية التبرع الطوعية. However, there are three types of donors. أكو ثلاث أنواع راح نلقاهم إحنا بمصرف الدم بالرسبشن مال التبرع. النوع الأول اسمه paid blood donor. هذول هم الناس اللي يدفعوا لهم مبلغ مادي حتى يجون يتبرعون. تعريفه هو a donor who gives blood for money. شخص ينطينا دم مقابل مبلغ مادي. اثنين family أو replacement donors. هذول إحنا اللي نشوفهم عادة بالمجتمع من شخص دي يسوي عملية ما ينطوا دم للمصرف إلا يجيب بديل، يقول إحنا ما ننطيك إلا تجيب بديل يتبرع، فيجيب عادة من العائلة مالته أو من أقاربه أو المعارف مالته بالمجتمع. هنا هذا تعريفه هو a donor who gives blood when it is required. وذا donor may be a member of the patient's family، ممكن يكون شخص من عائلة المستلم أو من المجتمع community. This may involve a hidden paid donation system in which the donor is paid by the patient's family. هذا النظام ممكن انه يتضمن دفع مبالغ ماديه بس تكون خفيه، يعني ما حد يدري بيها، يعني مثلا تعال تبرع نعطيك مكافاه نعطيك هديه، فهذا الشيء موجود ومنتشر بالمجتمع. ثلاثه voluntary non remunerated donor اللي هو هذا اهم نوع من انواع المتبرعين. هذا الدونر يكون voluntary متطوع و non remunerated يعني ما مدفوع له رشوه او مبلغ مادي. قلنا تعريف هذا الدونر هو a donor who gives blood freely بصورة حرة يعني بدون أي قيود و voluntarily طوعا without receiving money or any other form of payment، لا يستلم فلوس ولا يستلم هدية أو رشوة أو أي شيء. فقط عندنا النوع الثاني والثالث هم المقبولين بمصرف الدم. النوع الأول ما يصير نقبله، السبب أنه عندنا paid donors present a risk to the safety of the blood supply. إذا شخص إجا ودفع له فلوس راح يصير أكو خطر على نظام تبرع بالدم. شنو هاي الريسك المعروفة حالياً؟ ثلاثة. السبب أربعة. السبب الأول إن هو undermine the voluntary blood donation system، راح يقلل من شأن وقيمة نظام التبرع بالدم اللي هو نظام يمثل لنا يعني حالات إنسانية، لأنه تطوعي وهدفه الرئيسي هو إنقاذ أرواح البشر. من تدخل بها الفلوس راح يصير تجارة، فراح تقل قيمة شأن هذا الموضوع. اثنين عندنا high incidence of TTI اللي هي transfusion transmitted infections، راح يصير عندنا زيادة بيها، لأنه بما أنه صار أكو مبلغ مادي على التبرع راح يصير إقبال أكثر عليه، فراح يصير احتمالية أكثر لانتقال الأمراض المعدية. ثلاثة poor health systems، راح تصير أنظمة الصحة فقيرة وهشة وضعيفة. أربعة نعم أوكي. أربعة عندنا poor families العوائل الفقيرة may not be able to afford to pay the blood when they need it. إذا عندنا عائلة فقيرة واحتاجوا دم ما راح يقدرون يشترون دم، فممكن شخص يفقد حياته لأن ما عنده فلوس يشتري الدم. هذول الأربع نقاط. تجي سؤال نمريت عدد الأنواع الأربعة أو عدد لي أخطر اثنين برأيك. شنو هي أهم تو ريسك فور بايد سيستم؟ شنو هي أهم اثنين هسه برأيكم؟ الرابعة وال لا أهم اثنين أريد الرابعة وال يا هي ثانية عافية. هذول الاثنين يمسون حياة الناس. إحنا خلي يصير نظام الصحي مو زين وخلي تقل قيمة شأن التبرع، هاي أسباب معنوية، بس الأسباب اللي تهتم بحياة الإنسان إن اثنين وأربعة. تعداد يجيكم سؤال بالبداية؟ لا بس يجيك مثلا MCQ منو الدونر المقبول؟ منو الدونرز اللي مقبولين؟ أعطيكم ثلاثة اختاروا مثل واحد اللي هم ثلاث أنواع. دونر سيلكشن، هسه شلون أنا راح أجي أختار الدونر؟ راح يتم اختيار الدونر اعتمادا على limited physical examination، فحص طبي
وميديكال هيستوري التاريخ الطبي ايضا للشخص المتبرع. هذول اعرفهم بيوم التبرع، من هو جاي يتبرع اخذ هاي المعلومات من عنده حتى نحدد to determine اذا انطينا الدم will harm the donor او اذا نقلنا الدم راح يتأذى المستلم. يعني شنو الهدف من اختيار المتبرع؟ الهدف شنو؟ شغلتين، الاولى حتى اتاكد ان المتبرع من راح يتبرع ما راح يتاذى، فاني دا اختارهم مو عشوائيا. اثنين اشوف الدم، هل المتبرع الدم مالته ممكن يؤذي المستلم لو لا، فهاي النقطه الثانيه انه انا حتى انقذ المستلم او احافظ عليه. الثانيه انه اذا كان الترانزفيوجن راح يؤذي المستلم او اذا كان الدونيشن يؤذي المتبرع. انتوا لا ترجموا ترجمة حرفية، يعني الحكي لحكي، بس الكلمات الصعبة كتبوها فوقها، هيك تصير صعبة عليكم بالقراءة. انا اقراها عربي وبعدين انجليزي. يلا بسيطة، اذا هيك ماكو اشكال. هسه نجي على موضوع جديد اللي هو كرايتيريا اوف ذا بروتكشن اوف ذا دونر. شلون اني احمي المتبرع؟ شنو هي الشروط اللي لازم موجودة حتى المتبرع ما يتأثر؟ كرايتيريا يعني معايير او مقاييس. اولا عندنا فيزيكال اكزامينيشن، راح يجي طبيب يقيس الحراره، النبض، الضغط، هذول نتاكد منهم انه الشخص fit for the donation، مطابق للتبرع. اثنين عندنا الجنرال ابييرنس، المظهر العام، هل الشخص يبدو بصحه جيده؟ لو يبين جاي تعبان، جاي دينهت، هو مشى، هو وصلنا، كلها مؤشرات. ثلاثة العمر، لازم بين 18 إلى 65، أتأكد منها من الهوية مع الشخص اللي جاد يتبرع. ليش ما يصير أقل من 18؟ أولا بعد بطور نمو، اثنين بعد ما بالغ سن الرشد، هاي شغلتين. زين ليش ما يصير أكثر من 65؟ يكون الشخص بعمليات هدم أكثر من البناء، فهو يحتاج أنه نعطيه أشياء تقوي، مو ناخذ منه دم. الوزن عندنا الناس اللي وزنهم 45 إلى 55 لازم نسحب منهم 350 بس، ما نسحب نص بطل مثل كل مرة يعني قبلهم، لأنه إذا سحبنا أكثر راح يصير عندهم أنيميا. أما الناس اللي وزنهم أكثر من 55 فممكن نسحب أقصى شيء 450 أو نص لتر من الدم. أي تقريبا نص، يعني 450 مضاف لها 63 انتي كواجلنت، فالبطل كامل يساوي نص لتر. صحيح. درجة الحرارة ما يصير تتجاوز 37.5 للشخص المتبرع، يعني نجيب محرار نقيس حرارته، ما يصير اكثر. ليش؟ عافية. الفيفر هي مؤشر لوجود انفكشن، فاحنا ممكن يقول لنا ما بيه شيء، ما عندي مشكلة، استبردت، ما اعرف شنو. لا، انت عندك فيفر، اذا عندك انفكشن في مكان ما بجسمك مري. الدونر سكين، جلد الشخص المتبرع، شلون نعرف هنا؟ من يطلع لنا ايده ورا ما وافقنا على الشروط، نشوف مكان النيدل، هل عنده قشور بالجلد، هل عنده بقع حمراء، اي لون كان، هاي مؤشر انه الجلد مستوطن به احياء مجهريه بسبب امراض ثانيه. مثلا شخص عنده اكزيما، شنو هي الاكزيما؟ اي الجلد، المناعه تهاجم الجلد فتصير بها قشور، هاي القشور تكون تخربط البالانس مال بيئة اللي بيها نورمال فلورا، فالنورمال فلورا راح تصير باثوجينيك، نفس الوقت تجي فطريات ثانية، ممكن طفيليات ثانية إلى آخره. فإحنا من ناخذ النيدل وندخلها تخترق الجلد، هاي الخلايا اللي تخترقها النيدل راح تروح ويا الدم، فإحنا الشخص الصحي نعقم بالكحول وخلي تروح كم خلية إبيثيليال بالدم، ماكو إشكال. بس من شخص عنده مرض جلدي، هاي الخلايا الجلدية شبيها مالته متغلغلة بيها البكتيريا، فراح تفوت بكتيريا ويا الكيس مالته، فلذلك لازم يكون ما عنده أي مشاكل جلدية بالفين بنكتشر سايت، مكان تقبل النيدل. عداها ممكن يكون إذا شفنا سكارز اللي هي ندب أو مكان مال شكات مال أبر هواية، ممكن يكون indicative of addiction، عنده إدمان يعني مدمن مخدرات، أو عنده infection ثانية قلنا. donation interval، شنو هي الفترة الزمنية اللي لازم ما نتجاوزها أو ما يصير نسحب أقل منها، اللي هي 3 أشهر عندنا.
ثلاثة أشهر الفترة بين تبرع والثاني، ما يصير أكثر عفوا ما يصير أقل من هاي، لأنه شو يصير؟ بالضبط عفوا، لأن الشخص يصير عنده أنيميا، إذا سحبنا منه أقل من ثلاثة أشهر. ضغط الدم لازم عندنا سيستوليك والدايستوليك بين 180 إلى 100 ضغط مليمتر زئبق. تعرفون فكرة السيستوليك والدايستوليك؟ شنو هي؟ العالي والواطي، صح؟ شنو مبدأها؟ ليش دي صار اكو عالي وواطي؟ عفية. لا السيستوليك هو العالي، صحيح. صحيح. إذن هي بصورة عامة حركة عضلات القلب انبساط أو انقباض. من يصير بانقباض راح يضخ الدم يطلع من القلب للشرايين بضغط عالي يسموه سيستوليك. هذا لازم أعلى شيء ب 180 اللي إحنا نسميه من نقيس الضغط 18. والضغط الواطي اللي هي من تنبسط عضلة القلب راح ترجع ينملي الدم، يعني ترجع حتى تكبر حتى يجي الدم يترسها مرة ثانية. فهنا ضغط مواد الدم الخارج من القلب راح يقل، لازم أقصى شيء ب أقل شيء ب 100 اللي هو 10. لا ينسحب، عفوا أعلى شيء، صحيح أعلى شيء لازم 10، صحيح. وأقل شيء 6 راح نأخذها بالعمل اللي هي 60، يعني الرينج من 60 الواطي إلى 180 العالي بيناتهم يصير. النبض لازم 50 إلى 100 بيت بير مينوت اللي هي بي بي ام، هم ما يصير أقل أو أكثر، راح يصير اختلال بدقات القلب. الميديكال إلنس اللي هي المرض الطبي، المرض الطبي يعني الحالة المرضية للشخص. هنا لازم اللي شخص اللي عنده ديزيز وذ ليفر أو هارت أو لانج هذولا نستبعدهم، أو إذا عندهم history of cancer أو bleeding disorders أي هذولا كلهم نستبعدهم من عملية التبرع بالدم حفاظا عليهم هم حتى نحافظ عليهم. البريجننسي الحمل، عندنا المرأة الحامل ممكن تتبرع بالدم فقط بموافقة الطبيب اللي هو يقيم حالتها الصحية ويشوف هل ممكن تتبرع أو لا. ليش نجي ناخذ من الحوامل برأيكم؟ فأكو هواي ناس مكونين. لا لا احنا يعني حالة دا نسحب منها، لا 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 مو ليش، يعني هي احتاجين دم وما لقينا احد، بس هاي المرأة وهي حامل ممكن فصيلتها نادرة عفية فاحنا نضطر نسحب منها، يعني لان فصيلتها نادرة ومحتاجيها، او مثلا عندها احد من اقاربها ما يتطابق الدم ويا اي احد الا وياها مثل اخوها ابوها ابنها، اوكي؟ فهاي الحالة هي الوحيدة اللي تتطلب نسحب من مرأة حامل، لأن هي أصلاً محتاجة الدم، نجي نسحب منها. فكل شيء وإلى شروطه. شبيه الهرمون يا هرمون. يعني صار إنه أكو هرمون بجسم يصعد، يعني يحتاجونه غير أمراض. ما أعرف. ما سامع صراحة. هو هرمون الحمل ال HCG يزيد بالحمل. لا أكو هرمونات يعني خصوصاً يعني تكون بس بالمرأة الحامل. يعني الامراض انه نادره، عرفت اي اللي ياخذون السيروم مالتها والبلازما علاجيه. يعني خش فكره ما اعرف لانه لمش من الفرق ما خش فكره ما اعرف والله صراحه ما مر علي. زين دراج ثيرابي اللي هو العلاج، اذا الشخص جاي وماخذ علاج شو نقول له؟ روح كمل العلاج ورجع تبرع بالدم. الهيموغلوبين لازم 12.5 فما فوق للميل و 11.5 فما فوق للفيميل. اذا اقل من هاي النسبه ونجي نسحب منه دم شو صار عنده؟ هو اصلا عنده انيميا ونسحب منه ايش راح يصير به؟ الاكزامينيشن للريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي والكارديوفاسكولار سيستم اللي هو العضله القلبيه والشرايين اللي يمها والابدومن اللي هي البطن، لازم نسوي هذا الفحص قبل العمليه مال سحب الدم. موجودة هنا، موجودة احنا هنا، يعني اكو طبيب هو يقيم، فالدارج انه يعني هو واحد ما يروح يتبرع اذا ما هو هيلثي وذيك شيء، فيعني يعتمدون على الفحوصات على الدم، ياخذون الدم ويسوون فحوصات عليه بعدين. زين هسه نجي شنو هي الكرايتيريا اللي انا احافظ على المستلم اذا اخذ الدم المتبرع، عشان احافظ على المستلم ما يصير بي اشكال. اولا الحراره نفس الشيء لازم ما تتجاوز 37.5. اثنين الكحول ابيوز، ما يصير شخص ياخذ الكحول. ثلاثة اذا شخص كان عنده سفلس ما يصير نقبله يتبرع بالدم. اربعة الشخص اللي عندهم HBV اللي هو هباتيتس بي فيروس
و HCV هيباتيتس سي فيروس، HIV شنو مختصر HIV؟ لا الايدز هو السندروم. HIV نعم Human Immunodeficiency Virus. الاسم من الايدز هو اسم المتلازمة اللي هي شو اسمها؟ عفية العوز المناعي المكتسب. ترجميها ترجميها بالانجليزي Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS AIDS. إذن الايدز هو المرض، الفيروس هو الـ HIV. ما خوش سؤال أجيبه من الامتحان. زين إذا ناس عندهم تيوبركيلوسيس هنا لازم أقل شيء سنتين بعد ما يكملون العلاج، إذا ما ظهرت عندهم أعراض مرة ثانية إذا ممكن يتبرعون. تيوبركيلوسيس والبروسيلوسيس هذول الاثنين هم سنتين بعد العلاج، بعد الشفاء من المرض. الملاريا يجب أن يتم استبعاد الشخص، لأن الملاريا هي طفيلي. وين يعيش؟ انتراسيلولر ياسيل اللي هي الRBC. إحنا دا ناخد RBC، شلون ناخد من شخص بملاريا؟ يعني دا نساعدها نكمل السايكل مالتها، فما ناخد من عنده. ثمانية أني دونر on antibiotic therapy، أي شخص ماخذ antibiotic بالفترة الحالية أو أي دواء ثاني لازم نستبعده الحين ما يكمل العلاج. ليش برأيكم؟ لا مو سمو عادي، لا عادي، هو المستلم هم ده ياخذ انتبايتك عادي. لا فكروا شوية بيها. إذن قلنا احتمال وجود الانفكشن هو السبب المانع لاستبعاد الناس اللي ياخذون انتبايتك. الاميونيزيشن هاي كلش مهمة، اللي هي التلقيح. إذا شخص ياخذ لقاح حسب نوع اللقاح راح يصير عنده فترة استبعاد من التبرع بالدم. النوع الأول هو توكسويد اللي هي السموم، أو اللقاحات اللي تكون بكتيريال أو فيرال أو ريكيتسيال تكون مقتولة، يعني فيروس مقتول بكتيريا مقتولة، هذولا ما بيهم أي إشكال يكونون أكسبتبل. إذا كان الدونر سيمتم فري ما عنده أي أعراض و have no fever ما عنده أي حمى حتى ما يتأذى هو. Those vaccines include شنو تشمل هاي اللقاحات؟ أولاً الكوليرا، هي مرض الكوليرا معروف. الدفثيريا، شنو هي الدفثيريا؟ أي مرض الخناق صحيح. ثلاثة الهيباتيتس بي، نوع الهيباتيتس بي، والإنفلونزا فيروس الإنفلونزا اللقاح ما تهمينه. باراتايفويد والبرتوسيس بلاغ، شنو هو البرتوسيس؟ عفوا سعال الديكي. تيتانوس شنو هو؟ وصلت عرفت وصلت بشنو؟ صحيح لها علاقة بالبوتوكس. شنو اسمه؟ عفية القزاز، تيتانوس لقاح القزاز. وأخيرا التايفويد. هسا عندنا الهيباتيتس بي فاكسينيتد دونرز، هذول بعد 7 أيام فقط ممكن أن نقبل الدم مالتهم. أنواع اللقاحات اللي هي اليلو فيفر الحمى الصفراء، الميزلز اللي هي شنو معناها؟ حصبة عفية. البويلو شلل الأطفال، البويلو لقاح شلل الأطفال اللي هو حاليا انقرض بالكرة الأرضية كلها بعد ماكو. لا لا البويلو يختلف عن البي سي جي، البويلو وحده ينطب. إذن هذولا يجب أنه استبعادهم يكون لمدة أسبوعين فقط. الفاكسينيشن اللي هو راح نعطيه عن طريق لايف اتنيويتد فيروس، اللي هو فيروس عايش بس مضاعف. اتنيويتد يعني مضاعف، يعني مضعفي إحنا. هنا هذولا نعطيهم فترة أسبوعين أيضا، واللي تشمل لقاحات الميزلز الحصبة، المامس اللي هو شنو؟ نكاف عفية. البويلو اللي هو عن طريق الفم الأورال شلل الأطفال. وأخيرا قلنا نستبعدهم سنتين، عفوا أسبوعين. شون؟ أي بالضبط. هسه الحد عمر 6 سنوات، أكو بالمدرسة ينطوهم جرعة منشطة يسموها. بعدها عندنا الجيرمان ميزلز أو الروبيلا اللي هو لقاح الحصبة الألمانية، هذولا ننطيهم فترة استبعاد 4 أسابيع.
النقطة السادسة الرايبيز فاكسينيشن. شنو مو هذا اللقاح؟ عفية، لقاح داء الكلب. هذا لازم ننتظر مدة سنة كاملة، لأن هذا الفيروس ممكن ينشط بالجسم اللي انتقل إليه باللقاح. وأيضا نسأل الإنسان اللي جاي دي يتبرع، هل عضك حيوان مسبقا؟ بزونة، فارة، كلب، عضك هذه حيوانات مسبقا؟ إذا قال إيه نقول له لا، أنت تروح تكمل سنة ورا هاي المدة يا الله. بالمناسبة الناس اللي يعضهم الكلب هم يكونوا ما ملقحين، لازم يأخذون أبر فترة شقد تعرفون؟ 40 يوم أو أكثر، ما متأكدة أني، بس لازم يأخذون أبر يومية فترة كلش طويلة، أي حتى يحافظون على الانفكشن ما تصير، واثنين الشخص يولد مناعة ضد هذا المرض. لا دولة متبرعين ما نأخذ منهم إلا يعبرون هاي المدة. أطفال مو العمر يحكمك، إحنا هاي اللقاحات للكبار 18 فوق، أوكي؟ أكو ناس يلقحون الحمى عادي الألمانية بأي وقت، هسا إحنا نقدر نلقح هيباتايتس، نقدر نلقح شو اسمه الميزلز الحصبة أي وقت، لقاح كوفيد هسا هم راح يشملون أسبوعين. هاي اللقاحات ننطي أسبوعين، لأنه الجسم هو يعني بحالة استجابة مناعية، ما نجي نسحب دم ونسوي بيه اختلال. فنحافظ عليه أسبوعين ماكو إشكال، إذن أنا أقدر أسحب منه دم. هسا نضيف إن شاء الله الكوفيد 19 بالسنوات الجاية. هيباتيتس بي قلنا هذا يستبعد سنة كاملة، لأن نوع اللقاح هذا إميونوغلوبولين، يعني شنو؟ يعني راح ننطي الأنتيبودي، إحنا ما ننطي فيروس ويصنعه. من الناس اللي يأخذون الإميونوغلوبولين تعرفوهم؟ نعم، الناس اللي ننطيهم الإميونوغلوبولين، يعني ننطي أنتيبودي رأسا، ما ننطي فيروس و... لا نعم، لا على الهيباتيتس بي دحكي، مو على الار اتش هيباتيتس. نعم اوكي، دولة واحد واثنين. منو ذكرتي؟ ممكن ما سامع بيها صراحة، بس عندي هدف، اكو هدف يعني، ناس انا اريد هسه انطيهم الانتيبودي بسرعة. لا لا لا، هسه اقول لكم، انا ادوخكم هذا السؤال. اذا شخص تعرض الى تعامل بعينه بيها هيباتيتس فيروس هيباتيتس بي، مثل واحد نشكب ابره ما اعرف ايش صار بي، احنا ما ننطي لقاح ونقول له والله بالكت بعد اسبوعين نسوي جسم مضاد حتى يهاجم الفيروس. احنا بهاي الاسبوعين الفيروس ايش دا يصير بي؟ دا يتكاثر، دا يكبر. فاحنا شو نسوي هنا؟ اخذ فيروس انطي انتي بودي راسا، طيته انتي بودي، الانتي بودي راح لقط الفيروس قتله بالمكان. بس ليش انتظر سنة؟ لأنه خاف أكو فيروس فلت فترة الحضانة مات سنة ما ظهر الفيروس، إذن أوكي هذا الانتيبودي اللي انطيته كلش زين اشتغل. هي سنة 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 فقط، إذا ما ظهر وتنشط بهاي السنة يعني ماكو فيروس، أوكي؟ فسنة كلش كافية. فشخص ما أخذ لقاح البي عن طريق اللي يعني نوع الميونوغلوبولين، إذن ننتظر سنة. هسه عندنا كلينيكال اكزامينيشن، شنو افحص؟ شلون افحص المتبرع؟ اولا اقيس الضغط مال الدم، هاي لازم يعني اول شيء اسوي. بعدها بعد الاستبيان اللي انطيه اياه يترس لنا اياها الفورمه بالعمل اللي راح ناخذها، اذا كان عنده 5 حالات تاليه نستبعده استبعاد دائمي، يعني نقول له انت بعد روح ابد لا تجي تتبرع بالدم. اولا السفلس والملاريا، لانه هذول النوعين بكتيريا والطفيلي ممكن يبقون فترات سنوات يبقون بجسم الإنسان، فإحنا ما يحتاج ننتظر كم سنة واحتمال عنده، ما نريد هيك حالة، ما نريد من عندها. patients with TB اللي هو tuberculosis نفس الفكرة، إحنا ما نريد واحد عنده chancel ومتشافي قبل سنتين واحتمال باقي عنده بكتيريا، ما نريده. الناس اللي عندهم hepatitis و HIV هذولا ما نريدهم أيضا. والdiabetic patients الناس اللي عندهم سكري، خصوصا اللي يأخذون إنسولين خصوصا. 5 patients with red abnormalities اللي هي سيكل سيل انيميا، هيموليتيك انيميا عنده، اي انواع ثانيه. اما اذا كان الشخص عنده الحالات التاليه فنستبعده تمبرر اللي هو مؤقت، دنتال اكستراكشن بعد اسبوعين يحق له يتبرع بالدم، ديفثيريا وتايفويد ايضا بعد اسبوعين من الشفاء،
viral disease or bacterial infection عندنا بعد 3 أسابيع من حدوث المرض أو الشفاء التام. Resident from Africa 3 months إذا شخص كان مقيم بأفريقيا ويرجع ننتظر 3 أشهر لأن احتمال التقط العدوى بالإصابة بالملاريا لأن الملاريا مستوطنة بأفريقيا. فمن يرجع 3 أشهر ما صار عنده ملاريا إذن ممكن يتبرع بالدم. 5 major surgery after 6 months or more يعني إذا سوى عملية قبل 6 أشهر ما يصير يتبرع إلا يكمل 6 أشهر أو سنة. يلا ليش برأيكم؟ لا لا سوى عملية جراحية شال بلعيمة شال الكبد الطحال مناعة لا لا نعم وين شنو هم لا سنة ننتظر سنة حتى يطيب الجرح لا احنا بيش نسوي العملية بأدوات جارحة تعقم على اساس يعني او disposable على اساس يعني فاحنا ضامنين انه هاي المشرطه اللي استخدموها ما مستخدمي قبلي بواحد عنده هيباتايتس او اتش اي في وما متعقم زين لا ما ضامنين فاي واحد يسوي له عمليه منتظر سنه لان احتمال كل شخص يدخل للمستشفى هو ات ريسك اوف انفكشن وذ اتش اي في او هيباتايتس صحيح سووا لهم الفايرال سكرين هيباتايتس و اتش اي في الانتي بودي او الانتيجين ها وحدة. اثنين اذا كان الشخص عنده بوزيتيف لهذه الاجسام المضادة او الفيروسات ومحتاج يسوي العملية خما يعرفوا يموت يعني ما يسووا لي لا بس من يعرفون راح يعرفون ايش راح يتصرفون بالعملية التعقيم يكون مضاعف اكثر الحماية وقاية يعني الحماية ادوات الحماية الجلوبز الاكويبمنت كلها تكون مضاعفة اكثر التعامل ويا العينة شو راح يكون هاي كلها ياخذوها بنظر الاعتبار من يطلع بوزيتيف. اوكي زين الهازارد اوف دونيشن شنو هي مخاطر الدونيشن هاي تجي تعداد هذول النقاط عندنا كلش سهله هاي ممكن تجيكم ام سي كيو او تعداد فراغات لوكال هيموتوما اللي هو ورم دموي داخل مكان سحب الدم بالايد شوك اللي هي صدمه بالجسم هاي الصدمه تشمل ممكن انخفاض حاد بالضغط ممكن فقدان للوعي ممكن نوبات عصبية تصير مثل الصرع ممكن هواي أشياء organ failure ممكن فشل عضوي air embolism اللي هو دخول فقاعات هواء أو يعني air bubble إلى داخل مجرى الدم تسبب لنا كوارث تسوي خثار تسوي انسدادات كلش تسوي لنا مشكلة syncope اللي هو شنو فقدان الوعي okay unconsciousness okay. هاي الكلمة شوية صعبة باللفظ هسه راح تجينا هم بعد شوية الفليبوتومي شلون اني اسحب الدم عندنا اكياس الدم الحديثه المودرن مصممه انه تتحمل 450 مل بلس ماينس 50 45 عفوا للدم مضاف لها 63 مل من الانتي كواجولانت الدم عاده يكون يتم جمعه يعني نسحب لازم 450 مل اقل او اكثر ب 45 مل يعني ممكن 400 أو 500 إلا 5 يعني عافية بالضبط إذن سحب الدم يجب أن يكون by a qualified physician شخص مؤهل ومخول طبيا blood collection must be aseptic method using sterile closed system قلنا طريقة معقمة ونظام مغلق وال blood should be 10 minute time يعني لازم يتبرع الشخص فترة 10 دقائق ما يصير يبقى نص ساعة احنا دا نسحب دم دا نسحب دم 10 دقائق كلش كافية مضاعفات الدونر اللي هي تكون شديدة عندنا نوجيا أو فوميتينج غثيان أو تقيؤ نتيجة انخفاض الضغط الحاد hypotension of blood twitching or muscular spasm اللي هي الحركات الارتجافية أو ال يسمو spasm تشنجات عضلية بالضبط سيجرز تصير مصاحب إلها فقدان الوعي اللي هو loss of consciousness vasovagal attack syncope of fainting هذا يكون إغماء مفاجئ وحاد يعني الشخص فجأة يغمى عليه ويقع بالقاع خصائص هذه الحالة هي weakness الضعف sweating يصير عنده تعرق وفيلر اللي هو شحوب يصير عنده يعني بشرته تصير كل الشاحبة وايضا loss of consciousness اللي هو فقدان الوعي يعني انت تحاكي ما يعرف يجاوبك مع العلم هو تحسه صاحي يعني شخص
هيماتوما اللي هو وجود ورم دموي قلنا بمكان سحب الدم. هسه اذا ناس ممكن يكون عندهم HIV بس الفحص بعدهم ما مسوي او ما يدرون انه عندهم، شنو الاعراض اللي ممكن نكشفها عنهم من خلال انه بس نباوعهم؟ اولا يكون عندهم swollen glands اللي هي شنو؟ انتفاخات بالغدد اللمفاوية مثل بلاعيمهم ورمة وراء اذانة منطقة الاباط، هاي كلها تكون دلالة على وجود infection. اثنين persistent cough، عنده سعال مفاجئ صار ومستمر مدى يختفي. ثلاثة unexplained weight loss، ده يخسر وزن بس هو ما مسوي دايت ولا مسوي رياضة، هيك من لا شيء ده يخسر وزنه. أربعة night sweats or fevers، يعني تشوفه بالنهار كل شيء ما بي، بالليل من يجي ينام عنده حمى ويصير عنده تعرف. خمسة skin rashes and skin infection، يصير عنده طفح جلدي وأمراض جلدية لأنه الجلد المناعة ما تختلت. ستة prolonged diarrhea، يعني يصير عنده دياريا فترات كلش طويلة. هذول الست أعراض إذا اجتمعوا سوية لفترة طويلة مؤشر أنه الشخص عنده HIV وواصل مرحلة بالإصابة. زين هسه نجي على الأسبرين إنجستشن، إذا شخص دا ياخذ أسبرين هل يحق له يتبرع لو لا؟ لا. لماذا؟ يعني شنو سوية؟ عفية. من راح نسحب النيدل ورا ما نسحب الدم ما راح يتخثر الدم، لازم يبقى كم ساعة هو لازم إيده؟ كم ساعة يعني تخيلوا؟ ما أعرف بالضبط، بس هي يعني حتى إذا تكونت خثرة ما راح تكون زينة، يجوز يحرك يده يصير نزيف. عليه بالضبط الأسبرين راح يجي على الصفيحة يجمدها بمكانها ما تشتغل بعد، لو شوش ما يصير بالجسم ما لها شغلة، الأسبرين ده يمنعها. فإحنا الواحد اللي ده يجي يتبرع نقول له اقطع الأسبرين قبل يوم أو يومين حتى يصير عندك تخثر بمكان سحب الدم. والشغلة الثانية إذا أخذنا شخص ما أخذ أسبرين عادي، يعني هو قال لك أنا يصير عندي تخثر ما في إشكال، هنا أنا من أجي داري دعزل مكونات الدم وأخذ صفيحات، إيش راح أصب هاي الصفيحات؟ ما راح تشتغل، ما راح أفيد الشخص اللي أنقل الهياء لأنه مثبطة هاي الصفيحات. فعليه أخذ دم ما بي أسبرين إذا كنت أريد أخذ بليتليت بريبريشن. أخيرا عندنا السيرجيكال بروسيجر اللي هي العمليات الجراحية، لازم أقبلهم إذا ناس مسوين عملية أقبلهم بعد سنة من إجراء العملية والشفاء منها. هاي العملية هي ميجر أوبريشن اللي هي تحت التخدير، تكون نفس الفترة الزمنية تطبق على العمليات الصغرى الماينر أوبريشن أو بروسيجرز اللي تشمل لنا أكيوبنكتشر اللي هو شنو معناه؟ لا أكيوبنكتشر وصلت ايه الوخز بالأبر العلاجية الصينية ايه أكيوبنكتشر. اثنين تاتوينج اللي هو الوشم، وشوم اي شخص يسوي وشم لازم سنة لو ما ظهرت عنده اعراض مال HIV او هيباتيتس يلا يحق له يتبرع مرة ثانية. ليش الشخص اللي يسوي وشم ما يصير يعني يتبرع؟ عفية. الادوات ممكن تكون ملوثة ممكن تنتقل من شخص الى اخر. سكاريفيكيشن شنو؟ لا مو بس هاي، شنو معناه هذا مصطلح طبي؟ لا شنو انتحار؟ هو انتحر بعدين ناخذ ندم. الحجامه سكاريفيكيشن اللي هو الحجامه، يعني احنا مبدا الحجامه نسوي سكار بالجلد ونجيب شيء فاكيوم يسحب الدم، فهاي السكارز يسموها سكاريفيكيشن. نفس الشيء أداة جارحة على أساس معقمة على أساس ديسبوزيبل بس إحنا ما ندري. فأي شخص يسوي حجامة لازم سنة يلا يتبرع بالدم. نعم سحب الدم تخفف التركيز مال الدم، نفس من واحد عنده لزوجة يسحب دم نفس الفكرة. أي بس الفكرة مال الحجامة إنه من مكان محدد تسحب. راح يسحبه من الأوعية الدموية الشعرية الموجودة بالأنسجة اللي تم تجريحها مو من وريد. احنا نفس المبدأ بس هنا بالإيد دا نختار وريد واحد نسحب من الدم. بالحجامة دا ياخذون شرايين وأوردة شعرية كابيلاري موجودة على الجلد يقطعوها يثرفوها والدم ينسحب منها، هو نفس الدم.
هي من أي ناحية أفضل؟ يعني ككمية دم سحب الدم أكثر الحجامة أقل، من ناحية اللزوجة طبعا سحب الدم أحسن لأن كمية تتخلص منها متحكم بها، يتم التحكم بها. من ناحية المسائل الصحية أو الهايجين التعقيم، الكيس مال دم أفضل، لأن أنت دا تجرح الجلد ودا تستخدم أدوات جارحة، يعني أنت ما تدري الشخص اللي دا يسوي الحجامة هل هو مضبوط، ما تدري. فائدة الحجامة الثانية يعني على عكس السحب من الوريد، أنه أنت ممكن أكو ناس عندهم دوالي برجليهم الصير، هذول يسوون حجامة بالرجل فتروح الدوالي تختفي، علاج صار أوكي. فيعني كل شيء بإيجابيات وسلبيات، بعد إنسان كل واحد وقناعته هو يسوي اللي يريده.